فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أما أصول المالكية فهي من الأهمية المكان الحمد لله وكفى وسلم على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المصطفى وسلم على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المصطفى والأمين لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع أصول المالكية ومن أصول المالكية من الأهمية المكان احنا قلنا الأصل هو الأصل الأول هو القرآن، والقرآن طبعا أصل عند جميع الطوائف، لكن لا تتعجب أن ترى مع أن الأصل متفق عليه سترى الاختلافات في المسائل الفرعية الفقهية، والثمرة هذه الاختلافات عظيمة جدا، هذه الاختلافات عظيمة جدا تجعلنا نتحير ما دام الأصل واحدا فلما الاختلافات. قلنا هناك قوالب فهم مختلفة، قوالب الفهم المختلفة هي التي تؤثر تأثيرا بالغا على الأثر وعلى مسألة المسائل الفقهية التي يمكن أن يعني تكون مختلف فيها بين العلماء. احنا قلنا من القرآن الأصل الثاني هو القرآن أو الأصل الأول هو القرآن. قوالب الفهم هنا عندنا النص والظاهر والمؤول، ويكون بذلك يدخل تحته كثير من المسائل وفيها فحوى الخطاب اللي هو قياس الأولى وتأثير ذلك عند المالكية في الأخذ بمفهوم المساوي ومفهوم الموافقة ومفهوم ولحن الخطاب، بعد ذلك دليل الخطاب ومفهوم المخالفة. ومع أن التأصيل واحد لكن سترى مسائل فرعية اختلفوا فيها مع قولهم بمفهوم المخالفة، هذا كله لمسائل يعني المسائل المهمة في التطبيق والفهم والقرائن التي تحمل على الخلاف ترجيح شيء على شيء، وإلا فالجميع قد اتفقوا. لو قلنا في القرآن هناك نص وهناك ظاهر فالنص مقدم على الظاهر، وفي مسائل كثيرة المالكية قدموا الظاهر على الأصل، وهذا لا يتأتى إلا بأنه هناك. نبدأ في الكلام على مسألة قوالب الفهم. احنا قلنا بأن من قوالب الفهم الخلاصة أن الأصل النص عند من أصول المذهب المالكي هو الأخذ بالنص. فضيلة الشيخ خالد رضي الله عنكم أنت فوق رأس توضع تشرفنا وتحسن إلينا، ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنك وأن يشكر لك. قصرنا في حقك شيخ خالد، لكن إن شاء الله نحاول يعني أن نكون بين يديك رضي الله عنك وشكر الله لك من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حفظكم ربي. لكن بس عندي جيد مستقر ما في شيء، موجودين الضعف عندكم من صوت. فإن قلنا من أصول مذهب المالكية الأخذ بالنص واللفظ الذي يدل على معناه دلالة قاطعة كما قلنا لا ينزل تحته الاحتمالات، ما في احتمال، لكن الظاهر فيه احتمال لكنه احتمال مرجوح، لأن الظاهر يحمل معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح. اللفظ الذي يحمل معنيين معنى الراجح ومعنى مرجوح، هذا الظاهر فيه هو المعنى الراجح والمعنى المرجوح هو المؤول. رضي الله عنك يا شيخ خالد، نفع الله بك الأمة الإسلامية، الله يجمعنا على خير وفي خير دائما. فالظاهر فيه الراجح فيه هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. طبعا المؤول هذا لا نذهب إليه إلا بشروط، وشروط ثلاثة يأتي إن شاء الله تفصيل هذا الباب، لكن لا يذهب إليه المرء إلا بشروط، يعني ما يذهب إلى المؤول إلا بشروط. ولا بد أن نعلم بأن اللفظ المتبادل للذهن هو الظاهر كالحقيقة والمجاز. أنت تقول رأيت أسدا، الناس كلها تحمل رأيت أسدا، وأنت مندهش تقول تعجبوا رأيت أسدا، ستحملوه على إيش؟
الأسد، الأسد هو الأسد، إلا قال رأيت أسدا يحمل سيفا وآتى بالقرينة هذه. طبعا أنت مسألة أنك تحمل على المجاز، من الحقيقة المجاز لها شروط أصلا، شروط وسنبينها إن شاء الله، حتى يعني هؤلاء الذين يتمسحون في اللغة ننظر ما عندهم من قوة في باب اللغة في هذا الباب، يتقوى كل واحد منهم ليرى أو لنرى ما عنده من تصحيف أو تحريف الكلم عن موضعه، وكيف أن حتى من باب اللغة لا تساعدهم على ما يفعلون، يعني حتى من باب اللغة لا تساعدهم، كما قال بعض العلماء عندما يقولون بأن الكرسي والعلم ما في لغة تساعدهم على ذلك، يعني ما خاص الكرسي حقيقة هو الكرسي عرش، صحيح ولا لا؟ أنت تقول لا الكرسي والعلم أنت حملته من الحقيقة إلى المجاز، القرية الحاكمة غير موجودة، لكن الكلام أن اللغة لا تحتمل ذلك، الكرسي ما يأتي في اللغة بحال من الأحوال على أنه العلم، أرأيت؟ ما عندهم وقوف في أي شيء، يعني حتى اللغة اللي يتمسحون فيها لا يستطيعون حتى تطوعها لما يقولون، وضع اللغة والله جل وعلا. المسألة فيها يعني أمر عظيم في هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يشفي الأخت الفاضلة عائشة مبارك، اللهم اشفيها رب العالمين، ونسأل الله أن يعجل لها بالشفاء ويطمئن الجميع عليه. فإذا نحن نقول في هذا الباب أنك الظاهر إذا كان اللفظ يحمل معنيين يعني له صور ثلاثة، يحمل معنيين مستويان، يحمل معنيين أحدهما راجح وأحدهما مرجوح، يحمل معنيين معنى حقيقي والآخر شاذ. فإذا قلنا يحمل معنى، طبعا مسألة الكرسي أنه يروح للعموم أنه أول بالعلم شاذ، يبقى كأنه لا يحمل معنيين، يحمل معنيين أحدهما راجح مستويان، هذا 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 المشترك الذي ينزل مزية المجمل، هذا لابد له من قرينة كالقر، القر يحمل معنيين مستويان، هو الطهر وهو الحيض، لابد من قرينة خارجية تحل لنا الإشكال، أيضا كالشراء أو البيع، وشراه بثمن بأخس دراهم معدود فيقع البيع والشراء، والعين أيضا كل ذلك مشترك، فلابد له من قرينة خارجية، يحمل معنيين الظاهر الراجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. إذا وجدنا رجلا يقول لامرأة يا أمي أحمل عنك، يحمل معنيين، أنها أم من النسب حقيقة، أو أنها إيش لكبر سنها وللعطف والعاطفة بينهما يقول لها يا أمي احتراما، يحمل يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل، لكن الراجح لما يقول يا أمي أنها أم، صحيح ولا لا؟ فيحمل الراجح أنه الظاهر، والظاهر هذا هو المتبادر للذهن، لأنه لو قال يا أمي المتبادر للذهن أنها أمه التي ولدته، فيحمل على الظاهر ولا يحمل على المؤول إلا بقرينة حاكمة. إذا ننظر للظاهر عند المالكية وكيف استخدام الظاهر عندهم، وأيضا سنأتي بعض الأمثلة التي يعني يكون قد قدم فيها المالكية المؤول على الظاهر، وهذه أثمرت مسائل خلافية بين العلماء. يقول الباجي الظاهر في اللغة الواضح مشتق من الظهور وهو الوضوح والانكشاف، هذا الظاهر. أما في الاصطلاح فلعلماء المذهب تعريف، قال الباجي هو ما يحتمل معنيين فزائدا، يعني ثلاث معاني أربع معاني، ما يحتمل معنيين فزائدا هو في أحدهما أظهر، يعني في واحد من هذه المعاني هو الأظهر. قال القرافي هو المتردد، اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر، هو في أحدهما أرجح. ممكن نضرب مثلا لذلك بعد ما نأتي بالتعريف نبين الأمثلة. قال ابن جزي صاحب القوانين الفقهية
لما ما السبب؟ قال اللفظ إن احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا؟ فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا وبالنسبة للمرجوح مؤولا. والولاية أيضا قال واللفظ الدال في حمل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره، يعني أول المتبادر للذهن هذا والله، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، فدلالته على المعنى الراجح تسمى ظاهرا ودلالته على المعنى المرجوح تسمى تأويلا. إذن الظاهر حينئذ واللفظ الذي دل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر. يمكن أضرب أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم أخوكم نعم قال فإن كان صائما يعني إن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي. عندنا فليصلي هذه محتملة أن تحمل على الحقيقة الشرعية أو الحقيقة الإيش اللغوية، يعني فليصلي يعني فليأتي بركعات بركة ودعاء ويدعو لهم، أو يصلي يعني يدعو. طيب فلما قال فليصلي المتبادل للذهن هو هي الصلاة فكان ظاهرا. وإذا قال بالدعاء قلنا الآن أنت ذهبت من الظاهر إلى المؤول، أنت ذهبت من الظاهر إلى المؤول. والأمثلة على ذلك كثيرة، لما أتوا بالماء يعني قالوا بأنه يتوضأ بعد الطعام، فقالوا يتوضأ الوضوء يحمل على الظاهر وهو الوضوء، ويحتمل معنى آخر وهو أغسل اليدين غسل. وقد جاءت القرينة أنه يحمل على المؤول، لكن أنا أقصده أنه هنا يحتمل معنيين، يحتمل أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر. حتى لو قالت له تغزى فيه قال أنت طالق، هنا المعنى عليه الصلاة والسلام محمد كيف أخباره، هو المعنى يحمل على الطلاق وهو الحل من الوثاق، الطلاق الذي هو حل عقدة النكاح أو الحل من الوثاق، صحيح ولا لا؟ فهو إذا حملت تحمله على الظاهر لا على المؤول، لكن لما قص القصة على عمر حملها عليه على المؤول بالقرينة، حملها على المؤول لما قالت له تغزل فيه أنا ما أرضى إلا أن تتغزل فيا، فقال لها إيش؟ أنت قمر، أنت مهدة القلب. قالت له لا، حتى تقول أنت خليها طالق، فقر لا غزل خليها طالق عمي عليه، ويا حقا طالق أنت خلية طالق، يعني أنا لا أحجز عليك، خلية طالق من وثاق أنت يعني ده كمان بقى أصلا لو في عرفنا احنا يقول لها أنت طلقة، دي مش معناها أن طلاق، أنت طلقة لا نعم، أنت أي واحد وقت بشوف في الشارع يقول لها أنت طلقة، يعني إيش الناس كلها فتقول طلقة أن في طلاق، وطلقة دي معناها أنها مدفع ناري، يعني عندما يراها تهتز أركانه ويخترب عقله ولا يتمالك ولا يقف موقفا صحيحا، فبتقال بالعامية عندنا أنت طلقة، وهو جواز طلقة يعني أنت أصلا صارخة الجمال مثلا أو شيء من ذلك، خلاص بقى دي عرف الناس الآن في هذا، فيحتمل اللفظ يحتمل حقا ويحتمل طلقة من خالية من وثاق. وعند الملكية أيضا في قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا هو ظاهر، فأنك يعني أن المظاهر الذي لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين هذا في يمين الزهار عليه أن يطعم 60 مسكينا. فإذا قلنا بالظاهر فإطعام 60 مسكينا وأوقفنا المسكين معناه إيش؟ هو المسكين صار العدد الظاهر هنا الآن صار العدد واجبا، يعني لو أطعم 50 واحدا 60 يوم لم يجزئ، لأن الظاهر المتبادر للذهن عندما يقول الله جل في علاه فأطعم 60 مسكينا بأنه يطعم 60 مسكينا. فإذا قلنا بالمحتمل وأن المسكين قد يراد به المد، فالمطلوب إطعام 60 مد مش إطعام 60 مسكين، العدد في 60 مطلوب إطعام 60 مد، وهذا يصح أن يكون في 60 مسكين ويصح أن يكون في مسكين واحد. طيب إن شاء الله تأتي، متخافش تأتي إن شاء الله. نقول فإطعام 60 مسكين
العدد هنا مراد 60 مسكينة على المسكين الذي هو المعروف الذي يملك ولا عنده كفاية ويحتاج، فده تعطي تاخد 60 واحد تطعمه ولا يجزي إلا ذلك، لأنه قال 60 فأطعم 60 مسكين 60 مسكين صح. طيب نحن نقول بقى هنا المسكين قد تأتي ويراد بها المد محتملة في ذلك، وده المؤول، فيبقى معنى فإطعام 60 مسكينا يعني 60 مد، هو يريد من ذلك من 60 مد، يبقى 60 مد هذه لا يشترط فيها العدد في المساكين، المهم انك تكون خرجت معيار مقدار مؤقت ان هو كم؟ 60 مد. 60 مد بقى اعطيته الواحد، اعطيته 10 كل واحد، فانت المهم ان انت تكون اخرجت كم؟ 60 مد. شوف بقى هنا الاثنين، المالكيه يقولون الاصل عندنا القران، والحنفيه يقولون الاصل عندنا القران، سهل ولا لا؟ شوف بقى قوالب الفهم، المالكيه يقولون لا بد من العدد ولا يجزي الا 60 مسكين، وطبعا ده قول الجمهور. الحنفيه قالوا انه يصح ان يكون ان يعطي 60 مد لواحد لمسكين واحد، ليه بقى؟ اولا الحنفيه حملوا على المؤول لقرائن عندهم، والمالكيه حملوا على ايش؟ على الظاهر، والظاهر لابد من العدد. انت فهمت؟ اشوف هذه مساله مع انهما اتفقا على التاصيل واتفق على الدليل، والدليل واحد، وجاءت المشارب مختلفه في هذا الباب. هذا كله في الفقه، العقيده ما فيهاش هذا الكلام بحد. العقيده ليس فيها ثمة شيء يدخل في هذا الباب. وده ان شاء الله سيكون دائما بالامثله ستكون فيه، عشان ما ندخل شيئا في شيئا. لكن ده ايضا تنويه للمالكيه المتاخرين الذين حادوا عن امامهم الامين على امام دار الهجره الامام مالك. حكم الظاهر اصوليا اتفقت كلمه النبلاء الاصوليين بوجوب العمل بالظاهر دون العمل بالمؤول إلا إذا جاءت قرينة حاكمة، ولذلك الباجي يقول إذا ورد الظاهر يعني وجب حمله على ظاهره إلا أن يدل دليل على العدول عن ظاهره فيعدل إلى ما يوجب الدليل، وهذا دلالة واضحة جدا في أن المسألة دائرة على إيش؟ على القرائن هنا. يعني المسألة هنا دليلها، المسألة هنا واقفة على القرائن. يبقى التأصيل العام أنت لا بد أن تقف عنده. ناقشني بعض الإخوة على مسألة العداد، أنا أقول بدعة، هو يقول ليس ببدعة، فأنا أردت أن أنا أبين له طريقة النقاش كيف يكون الطريق إلى ذلك، فقلت له أنا عندي هذا الباب توقيفي، والدلالة على التوقيف إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقدنا الأنامل بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ذكرا وما بعده، فيبقى هو بيسبح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اليد، ما وردنا إلا يسبح باليد، وقال عقدنا الأنامل بإيش؟ فإنهن مسؤولات، يبقى الهيئة توقيفية ولا غير توقيفية؟ توقيفية. حديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تسبح بالحصى قال لها إني قلت كلمات، هذا حديث ضعيف لم يصح، انه ممكن يقول لي ان النبي اقر زوجه على الحصى، يبقى المساله مش توقيف، ما هو الحصى ايش الفرق بينه وبين اليد؟ يقول بذلك صحيح ولا لا؟ بالضبط كالتسجيل والمؤذن، يقول لي ما الفرق بينهم؟ فرق بعيد. قلت له انا الان مع التوقيف لا تسبيح الا باليد، ويجوز التسبيح بالسبحه ما كانت على النوى لابي هريره رضي الله عنه وأرضاء، لأنه ثبت بسند صحيح. فما زلت في التوقيف أم خرجت منه؟ في التوقيف. ليه؟ لأن قول صاحب حجة، وهو أيضا وافق على ذلك، وفعل الصاحب حجة، صحيح ولا لا؟ قال لي إذا العداد أيضا فيه العدد التسبيح، يبقى المسألة مش مسألة بقى إيش المؤثر في الحكم؟ هل اليد مؤثرة ولا السبحة ولا؟ فأنا قلت له شوف أنت الآن هتخرج من التوقيف إلى يعني لا هتخرج من التوقيف إلى النظر معك،
سأتنزل معك لأن أنا عندي هي إيه توقيف، أنا سأتنزل معك من في التوقيف ماشي، سأتنزل معك أنا على التوقيف جيد ممتاز، مش على التوقيف على المعنى يعني. فقال لي العداد المعنى في التسبيح بالنوى كان معنى في العداد ما فيها شيء، واحد اثنين ثلاثة بيعد. فقلت له العداد بس اللي 7000 5000 25000. امرأة قالت لي أنا صليت على النبي النهاردة من الصباح 25000. طيب فأنا قلت له النوى مهما كانت السبحة مش عارف واحد تخلي السبحة طول 15 دور مش هتوصل لها، مش هتوصل أبدا ل 500 ولا صح ولا لا؟ وبعدين ما فيش ولا واحد بيمشي بسبحة يجرها في سلك الترماي ومعدي. فهي السبحة أقصاها كم؟ 100 صح كده بهذا. فأنا قلت له الآن العدد فقط، شوف أنا بتكلم بقى من المعنى، أنا عملت إيه؟ تنزلت على أنه توقيفي، لأنه إيه اللي جعلني أنا أقول السبحة هذه جائزة؟ ما ثبت على أبي هريرة، لو لم يثبت لم أقل، ويبقى الأمر على إيش؟ على اليد. تعال بقى أنت هنا في الفوارق، قلت له خلاص أنت نزلت لإيه؟ للمعنى، تعال أنا أبين لك الفوارق في المعنى في التسبيح بهذه السبحة والتسبيح بالعداد. أول شيء فوارق العدد المتراكمة، قال لي ما أنا بزر واحد بمسحه، المهم إنك عندك العدد 25000 وأنت عمال تنظر، أنت هات لي أي واحد بيسبح بالعداد ما بينزلش العدد. بتنظر 10000 الله أكبر 15000 يلا الله الله الله، والتاني بقى كل شوية. فهو حتى أنا شفت شيخ كلمته وقلت له يعني هذه حتى أراها فيها ما فيها. فقال لي شوف انت بتتكلم، انا سبحت كام بقى؟ اه 500 تسبيحه وانت قاعد عم تتكلم 500 تسبيحه. قلت له الميزان كده، قال لي قلت له السلام عليكم، ما خلصت بقى، ما فيش نقاش، انت فاهمني؟ فانت اصلا ده ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ انا قلت له شوف عندك بقى الان خف الخلاف شويه، لان انا نزلت معاك فين؟ في المعنى. ايه اللي هيحدث؟ انه ده اول حاجه 25000 ده معناه ايه؟ في قلبي سيقع المن على الله جل وعلا، والله يقول ولا تمنن استكثر، وانت مش ممكن بالسبحة دي هتجيب لي هتجيب جبل نوى وهتجيب لي كل الملاحين والبلاحين وتعالوا يخرطوا ويعملوا النوى عندك وانت تعمل جبل 25000 مش وارد ماشي. والامر الثاني دي مدعاه للرياء ودي مدعاه للرياء، لكن هذه اقوى لان هو عامل البتاع هنا وكل ده بيكلمه بيبيع وعمال يعمل كده، انت مش عارف هو بيبيع ولا بيعمل كده. هي خلاص بقت اسمها ايه؟ اسمها عاده الايه؟ العد، عاده العد. فقلت له لما حصل الفارق لم يتم الالحاق، هو بقى دي مش فاهمها مش قادر يفهمها. الله، مش احنا قلنا في ده مش مؤثر، مش قلنا العله؟ فسبحان الله يعني المسائل بقى تضع عند الله جل وعلا. هنا انا بتكلم على هذا الباب لما؟ لان انا اقول الان الظاهر والكل اتفق على الظاهر، طب وبعدين انا اخرج لما اخرج بقرينه؟ القرينه لابد ان تكون قرينه قويه غير سالمه من المعارضه. دائما طالب العلم المتقن عندما يظهر له الامر فيه اثر او فيه توقيف اياه ان يعكر صفو التوقيف الا بايش؟ بحجج. اليوم كنت اقرا في الاوسط بفضل الله جل في علاه ووجدت انه بيتكلم على مساله معينه، قال الايات قد جاءت بها على مساله اللعان يعني. فقال الايات جاءت باللعان، الان مملوك حر في غير ذلك، قال جاءت اللعان على التعميم. من اراد ان يخصص لابد ان ياتي بكتاب او سنه او اجماع حتى يزيل الحكم الذي ثبت بالكتاب. فما دام الامر ثبت قال عقدنا بالانامل فانهن مسألات، يبقى المساله انعقدت توقيفا او الان. تريد انت اصلا توسع الدائره لابد ان تاتي بايش؟ دليل. لابد ان تاتي بنظر قوي سالم من المعارض. هنا ده اللي بيحدث مع العلماء في هذا الباب. يعني قد يكون استاذ محمد الضبع قد يكون في هذا مندوحه، ولذلك انا قلت له المساله فيها نظر، فيها نظر، ويخف الخلاف بهذا النظر، يخف الخلاف. لكن لما اقول بدعه انا لا يمكن اقصد بالعامل او المسبح انه ايه؟ مبتدع، لان هو له مندوحه من النظر تبعده عن التبديع، لان احنا قلنا الجهل عذر عن التبديع، التأويل عذر، الإكراه عذر عن التبديع. حجية الظاهر عند مالك والأمثلة على ذلك، قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا ايش؟ بالغ الكعبة.
هاديا بالغ الكعب. وش الظاهر هنا في هذا الباب؟ لا لا، الظاهر في العقوبة، الظاهر في ذلك أن الهدي لا يكون إلا بمكة، إلا بمكة، كل الهدي يكون بمكة، وهذا راجح. هاديا بالغ الكعبة، الهدي يكون بمكة، والمؤول هو أن يكون الذبح في الكعبة نفسها، يعني عند أو عند الكعبة، وهذا مؤول. لذلك مالك رجح الأول لأنه هو الظاهر. وذلك شوف قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي حله، والهدي يبلغ حله إلى مكة. ولذلك قال مالك: الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا ألا يحلق المحرم رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديه إن كان معه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ، وهنا حتى يبلغ الهدي محله، لا يبلغ إلا بالنحر. وهنا حتى يبلغ الهدي محله عندنا ظاهر ومؤول. الظاهر هو الحلق يكون بعد نحر الهدي، ومؤول هو الاكتفاء بوقت ايش؟ وقت النحر بدل النحر. فاهمين الصورة كيف؟ مش فاهمينها؟ لا مش فاهمينها. الفيس فاهمين الصورة؟ زيد محرم. زيد ايش؟ محرم. لا يحلق رأسه أبدا لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يبلغ الهدي محله إما أن نقول توقيته أو فعله. صح؟ ماشي. فالأعمال يوم النحر هي مرتبة، جمعها بعض المالكية على كلمة رنحط. رنحط راء يعني؟ راء يعني رات، رد مشهور بتكون رات، صح؟ ردي في الإنجليزية. رنحط راء يعني رمي، نون يعني نحر، حاء يعني حلق. طيب يعني الحلق يأتي بعد النحر. يبقى إذن الحلق مرتب على النحر، وقد قال الله تعالى ذلك: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. فهنا بعض العلماء يقولون الظاهر أنه لا يحلق حتى ينحر على الكمال، لأنه ما سئل شيء قدم أخر أخالف على الكمال حتى ينحر. والبعض قال حتى يبلغ الهدي محله، يعني يبلغ التوقيت الذي يكون فيه النحر الذي يبلغ محله. فقالوا: والظاهر الحكم عليه. يعني شوفونا الآن في الترجيح أنه أخذ بالظاهر، والظاهر الحكم معول على الظاهر. والظاهر أن الحلق لا يتأتى إلا بعد فعل النحر، لا وقت النحر اللي هو بعد الشروق. يعني الرمي بيكون بعد الشروق، بتبيد مزدلفة، وبعد ذلك تقف عند المشعر الحرام، تذكر لا إلى 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 قبيل الشروق، ثم تدفع من مزدلفة. أنت عارف مسافة، أنت بتدفع، ده مش جمل لو جبت خيل، يعني تدفع ساعتين ثلاثة على المتصل، بتدفع من مزدلفة إلى منى. الرمي لا يكون إلا بعد الشروق أبدا، لا يكون إلا بذلك. فيبقى إذا هنا صار وقت النحر، صار هنا وقت النحر اللي هو بعد الشروق، فده وقته، فهل يحلق قبل أن ينحر؟ ده المؤول. قال: لا، والحكم لإيش؟ للظاهر أنه لا يحلق حتى ينحر، مش توقيت النحر حتى ينحر. ولذلك قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وبلغ الهدي محله ونحره في مكانه، ونحره في مكانه منى. قال: ذبحتها هنا ومنى كلها منحر، ومنى كلها منحر. وأيضا هنا لفتة عجيبة برضو من الإمام مالك في قوله تعالى: قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. صحيح كده الآن قال: وأمهات نسائكم. هنا فيه ظاهر ومؤول. وأمهات نسائكم الظاهر فيها هي أم زوجتك. نسائكم لا يتأتى حتى في حرف الناس إلا بمعنى الزوجة، وأمهات نسائكم. فهنا الإمام مالك أخذ بالظاهر هنا على في قوله: وأمهات نسائكم من المحرمات، أنها محرمة، فقال: المزني بها أمها لا تحرم.
لأن الظاهر في الآية وأمهات نسائكم ها لعرس الناس نسائكم يعني أزواجكم، يبقى أم زوجة فقد تكون محرمة أم الزوجة، لكن أم المزني بها لا تكون محرمة، ده مؤول. ونسائكم تتأتى بمعنى الزوجة أو تتأتى بالمرأة التي يأتيها، فصارت نساء خاصة به يعني يأتيها. طب أتاها حراما أمها من الزنا تحرم أم لا؟ أتاها حلالا أمها تحرم، ده بالإجماع. فشوف مالك يرد من قال بتحريم الزواج من أم المزني بها على الظاهر في الآية، وهي ليست نصا حقيقة. فقال الظاهر هنا في قول أمهات نسائكم، ولذلك الشافعي تفنن في ترجيح هذا القول بأنه قال إن الشرع جعل لها مكانا أن يسافر بها ويخلو بها ويقبلها ويوقرها ويحترمها، والأخرى لم يجعل لها ولا حكم هذه الأحكام. كيف تسوون ما فرق الشرع؟ فهمتم؟ فهنا أصوليا مالك ردهم بالتأصيل، الفرق بين الظاهر والمؤول، وأن الظاهر الحكم له إلا بقرينة، وإن القرينة عندكم الماء ليس قرين. والشافعي رد ذلك بالأحكام التي ارتبطت بأم الزوجة على التوقير والاحترام والسفر بها، خلافا للمزد بها. لما يحول هو يجوز العمل بالمؤول، بس القرينة جاءت على لا حرج، لا يقدم كمالا فيجعلها، لا يجعلها ترتيب الكمال فقط مش الوجوب. القول الشافعي بيقول أم الزوجة أنت لك أن تخلو بها ولا ما تخلو بها، ها لك أن تقبل يدها تقبل رأسها، لك عارف لك أن تنفع حجرتها ولا ما لك، أم الزوجة مش عارف إيش الشيخ يخلو بها خلاص، فجعلها أحكام مختصة بها، فهمت؟ لكن أم المزني بها ولا لها ولا حكم هذه الأحكام، ليس لها أي حكم هذه الأحكام. نفس قول مالك، لكن مالك أظهرها أصوليا، لأن النص أمهات نسائكم هي نسائكم أزواجكم، عرف الناس أنه نسائكم لا تطلق إلا على الزوجة، فاهم؟ وقد تطلق على المرأة يأتيها الرجل. فإذا الأصل في الحكم هو تقديم الظاهر على المؤول، وبينا الأمثلة عند مالك في هذا الباب. وعند مالك تتعجب تقول أصل مالك أصلا ثم خالفه وعلماءه خالفوه. طيب إيش فيه؟ قد قدم المؤول على الظاهر، قد قدم المؤول على الظاهر. وكيف قدم المؤول على الظاهر؟ قالوا لا يؤخذ بالمؤول ولا يترك الظاهر له إلا إذا جاءت القرائن تعاضدت بإيش؟ بالأدلة، جاءت القرائن. ولذلك ترى الإمام مالك قال في قوله تعالى يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ظاهر الآية المشرك نجس، عرقه وفمه صح كده، لعابه كل شيء فيه، ثيابه ونجس خلاص، إنما المشركون نجس، وهذا الظاهر صحيح ولا لا؟ الإمام مالك لم يأخذ ظاهر الآية، الله يا إمام أصلت تأصيلا وتأصيلك ظاهر بأن الظاهر وجب العمل به، أنت ألجأت المؤول هنا الآية، فقال الآية تحتمل أن تكون النجاسة نجاسة معنوية والنجاسة المعنوية هذه مؤولة، فهنا ترك الظاهر للمؤول. لما؟ قلنا القرينة حاكمة، القرينة الحاكمة عند مالك النظر. لابد أن تفهم أخي الكريم ما القرينة الحاملة على ذلك، لابد أن تقول القرينة الحاملة على ذلك إما أن تكون أثرا أو تكون نظرا. القرينة بتكون أثر، وده الغالب، أثر أو صحة نظر، بحيث أنه لا يتأتى كل إنسان يقول عندنا قرينة فعل ذلك، كما قالوا بأن قول إنسان طهور إناء أحدكم معناه شيء ما شيء مش عارف طهور إناء أحدكم، شيلها بس شيلها قبل ما يقولون الظاهر الطهور ده لا يكون إلا من إيش؟ ندس أو حدث، ولا حدث على الإناء يكون ندس. يقولون لا، لأنه قال السواك مطهرة، ذهب للمؤول
فنقول له أتينا بالقرينة الحاكمة التي جعلت تذهب إلى المؤول في هذا البلد. هو نشأ الإمام مالك يرى في قوله تعالى الذين أمنوا إنما المشركون نجس حملها على المؤول بقرينة، والقرينة هنا عنده نظر لكنه نظر معتبر سلم من المعارضة. وش النظر الذي عند الإمام مالك هنا؟ قال كما أن الموت علامة النجاسة فالحياة علامة الطهارة وهو حي، فيبقى إذن إطلاق القرآن على نجاسته يقصد بها النجاسة المعنوية. أسهل من ذلك نقول بأن أهدنا القرينة الأثرية، وهذا الذي يجعلنا نقوى ونتقوى لوجود القرينة الأثرية. إيش معنى القرينة الأثرية يا شطار؟ قال حذيفة وهو أيضا رواية عن أبي هريرة قال أجنبت فقابلت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت، صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينتس. طبعا هذه ليست قرية، هذه تقوية لمن قال بالنجاسة يبقى مفهوم مخالفة ايه؟ أنه ينجو صح، وده نحتاج به. ابن حزم يعضد الظاهر، قلنا لا تعال عندنا قراءة تؤول ذلك، وهي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على اليهود وقابل الأكل عند اليهود، لو كانوا على النجاسة ما أكل عندهم. امرأة دعته على الشاة وسمته شاة المسمومة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سلخة، نعم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأباح الله نساء أهل الكتاب، ولم يأمر بالغسل عند الاحتكاك إلا إذا جماعا، كان جماعا، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه كلها قرائن أثرية تثبت لنا أن النجاسة المقصود بها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وثمامة ثمامة ربطه النبي بسارية المسجد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل المسجد، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ أيضا من قوله تعالى الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهذا ظاهر يفيد أن الوضوء لا يكون إلا إذا قام إلا بعد قيامه للصلاة. يعني الراجل ده معنى الظاهر كده إيه؟ إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر وبعد تخرج تتوضأ وترجع، ده الظاهر. طبعا هذا غير مراد، بحال من الأحوال هذا غير مراد، بل المراد من ذلك هو ها معنى إذا أردت إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام. طب إضمار هنا جعل إضمارا هنا، والأصل عدمه، أصل الظاهر قلنا القرينة الحاكمة، ولأن النبي هو إيش القرينة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا إذا أردت أن تقرأ القرآن، وهنا شوف ابن حزم يطبق التأصيل الظاهر، يقول بعد ما تقرأ القرآن قل استعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أنت وشوف فإذا مات. ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة، وكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي نفسه صلى الله عليه وسلم. أيضا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مش بقى عندهم هذا، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. الظاهر هنا إيش؟ الظاهر هنا أن النفي يتسلط على الوجود، وهو موجودة قام وركع وسجد، يبقى يتسلط على إيش؟ على الصحة. يبقى التقدير هنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني صلاة صحيحة لجار المسجد إلا في المسجد. لم المالكية لم يأخذ بذلك، والمؤول هنا
طبعا الاصل يبقى لا صلاه صحيحه ده الظاهر صحيح، لا صلاه كامله ده الايش المؤول. قالوا القرينه حملت على المؤول، وش القرينه الاثر؟ احنا قلنا القرينه لابد ان تبقى اثريه او صح او صحه النظر، صح كده؟ نظريه مش اي نظر، نظر يسلم المعارضه. فنقول القرينه الاثريه موجوده بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه تفضل صلاه تفضل، يبقى اذا صلاه الفرد ايش؟ ومنها ان هو يكون جار المسجد او الان. الافضليه دلت على 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 صحه الصلاه. ممكن نقول ايضا في هذا الباب مساله البيعان بالخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا الظاهر لم يتفرقا بايش؟ بالابدان. الامام مالك اخذ بالمؤول وقال التفرق هنا تفرق بالكلام، وجعل القرينه الحاكمه على الحديث عامل اهل المدينه. نقول له قف، وده مما اضعف المذهب، وده مما اضعف المذهب. وهذا سياتي، انا ليش لا اشبع القول فيه؟ لانه لا نتعجل شيئا قبل اواني، سياتي تفصيله في مساله الاحاد، رد الاحاد لعمل اهل المدينه، وده دي اشاره لضعف المذهب هنا، هنا يضعف المذهب. هنا يضعف المذهب المالكي برد احاديث الاحاد من اجل عمل اهل المدينه، وحتى في كثير من الاحاديث التي ردها الامام مالك وخالفه اهل المدينه في عمل اهل المدينه، قالوا يعمل به في اهل المدينه، البيعان بالخيار الزهري قال انه بيعمل باهل المدينه، وابن عبد البر قال بذلك. ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا. الظاهر هنا هو ايش؟ انها طهاره من النجاسه. ازاله النجاسه وطهاره منها. والمؤول هي طهاره الكمال، الاستغفار. الاستغفار. ولا قرين على التاويل هذا. ده اكد بغسل بالتراب كمان. وفيها ايضا عدم اقتناء الكلب نجس، ولذلك الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. يبقى لنا مسألة من الأهمية، إذا هذه الأمثلة أجمعناها حتى يعرف المرء كيف يكون الباب في هذا والاستدلال أيضا به. أقول إخوتي الكرام، إحنا أخذنا قوالب الفهم عند المالكية في مسألة القرآن والأصل الأصيل النص الظاهر المؤول. والنص أقوى من الظاهر، فيقدم النص على الظاهر وجوبا، إلا أن تأتي قرينة تقوي الظاهر فتجعله فوق النص. فالقراءة المحتفة هذا أيضا باب العلم، باب العلم، بحث طالب العلم في القراءة المحتفة التي، وهذا ينفع جدا في باب الأصول العام، باب التعارض والترجيح في هذا الباب. فإن النص والمؤول عند المالكية ليست في رتبة واحدة، أو ليس في رتبة واحدة. فالنص أقوى في الدلالة من الظاهر، فيقدم النص على الظاهر عند التعارض. لما؟ لأن النص لا يحتمل التأويل، والظاهر يحتمل التأويل، وهذا صحيح. لكن قد يقدم المؤول، يقدم الظاهر على النص بإيه؟ بالقرينة، كما بينا تقديم المؤول على الظاهر بالقرينة. والظاهر هو المتردد بين احتمالين او اكثر، احدهما راجح. فنقول الفرق بين الظاهر والمجمل، وش المجمل؟ المجمل هو الذي تردد بين احتمالين او اكثر لا ترجيح لواحد على اللي هو كالمشترك، العين، القر، الشراء. اذا الظاهر لا يحتاج لقرينه لظهوره، والمجمل يحتاج لقرينه للترجيح. ولذلك صاحب القوانين الفقهية قال اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص، مفيش احتمالات، وإن احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر، الأرجح يكون ظاهرا والمرجوح يكون مؤولا تأويلا. والتأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره لقرينه.
هو إخراج اللفظ عن ظاهره لقرينة وله شروط ستأتي إن شاء الله. وإن لم ترجح أي الاحتمالات فهذا مجمل، وكما قلت الظاهر قد يلحق بالنص بل يرجح عليه إن جاءت القرينة الحاكمة في ذلك. كما نقول فليصلي، الظاهر فيها الصلاة، ده مش نص، الظاهر فيها الصلاة، الظاهر فيها الصلاة، والمؤول أن يدعو، صحيح؟ جاءتنا قرينة جعلتها نصا بأن النبي صلى، قام فتوضأ فصلى، كان صائما قدم الطعام فقال إني صائم وصلى، فأكد بالقرينة أن الظاهر ذهب إلى النص. من البحث المهم في هذا الباب العام، دلالات العام من الظاهر ليست من النص، وهذا يفرق بين الجمهور وبين الحنفية. الحنفية يرون ان دلالات العام على الألفاظ على الأفراد دلالة قطعية، والصحيح انها ظنية. فدلالات العام من الظاهر، وتعلمون ان العام هو شمول اللفظ المدلول الصالح له دفعة واحدة من غير حصر، اكرم الطلبة يبقى كل الطلبة مرة واحدة. إذن العام هو اللفظ المستغرق للجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد مثل الرجال، فإنه يستغرق جميع ما يصلح له. ارتقى النص أن النساء دعاء لطعام وكان صائما فقام فتوضأ وصلى، ثبت ذلك. والعام دلالته من الظاهر لأنه يحتمل التخصيص، لذلك بعد على النص. وذلك قال القرافي في اللفظ متى رجح في احتمالات، في احتمال من الاحتمالات قلت أو كثرت سمي ذلك اللفظ ظاهرا بالنسبة لذلك المعنى، كالعموم بالنسبة للاستغراق فإن اللفظ ظاهر فيه دون الخصوص. ليش؟ لأن العام معرض للتخصيص، فالعام ظاهر من جهة دلالته على العموم والاستغراق لجميع ما دل عليه مع احتماله التخصيص لدليل يدل عليه، فيحمل معناه على الظاهر وهو العموم دون الخصوص. وأيضا النظر وترجيح الحقيقة هو ترجيح للظاهر، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. تقول رأيت أسدا، ما معنى رأيت أسدا؟ صاحب الزئير هو أسد الغابة. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، رأيت أسدا يحمل سيفا. فإن كان اللفظ يحتمل المعنيين فهو على الراجح أنه أسد في الحقيقة. فالحقيقة هنا تدل على الظاهر أنه يحمل على الحقيقة، ولأنها تحتمل الآخر جعلناها ظاهرا ليس نصا. والمطلق أيضا من الظاهر، والمطلق هو المطلق والقائد من أبواب الخاص، لكن المطلق هو ما دل على شيء شائع في جنسه على البدلية ليس دفعة واحدة. الفرق بينه وبين العام أن العام دفعة واحدة، أكرم الطلبة، أكرم طالبا، يبقى أنت بدلية تكرم زيدا عمرا أكرم رفيدة هنيدة، مفهوم؟ أما لما أقول أكرم الطلبة يبقى أكرم زيدا وعمرا ورفيدة وهنيدة، يبقى الجميع، يبقى هذا دفعة واحدة، لكن الثاني على البدلية اللي هو المطلق. ودلالته ظاهرة أيضا على الظاهر، وقالوا المقيد نص، كما قالوا أيضا بأن المخصوص نص. يبقى لنا الكلام أيضا في الفهم هنا على فهم علمائنا من المالكية في الكلام على مفهوم فحوى الخطاب، مفهوم الموافقة، قياس الأولى، وأيضا مفهوم المساوي في هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا، طبعا أنا مش هنغلق، أنا بس أرتاح دقائق ونعطي المغني ثم نعطي صحيح البخاري. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين النقية وتلك عقيدة السلفين النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.